السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم في راني في الجسر العملاق تاع قسنطينة، موقع تواجدي الآن حوالي الساعة العاشرة. يعني على الجسر العملاق بمدينة قسنطينة، هذا هو الجسر العملاق تاع مدينة قسنطينة. يعني كي يقولوا جسر عملاق يعني جسر عملاق حقيقة، جسر العملاق واحد المناظر فيه جد رائعة وجد خلابة رائعة. هذا الجسر العملاق مدينة قسنطينة، شوفوا مليح، شوفوا يهبل بالكم. احنا الفترة تاع الصيف نجوزوها هنا في الجسر هذاك، نجيو هكذا دو كونزونطا، نجيو بزاف العائلات. هذه منا شوفوا هي جزء من مدينة قسنطينة، هذا الجزء تاع مدينة قسنطينة الجزء الشرقي منا. ها هو هنا أمبان الجو باردو. هاي ها نورمال، هاي تخافش باردو. هنا مدينة قسنطينة الجميل.